رب داون أشبه بالجنون، لا أحد يدري سببه أو يعرف دواءه. ما دام هذا رأيك، فلما لا تلتمسين العذر لي؟ ما ذنبي في داء أصابني رغما عني؟ ذنبك أنك سعيد به، لا تريد الشفاء منه. عاونيني يا زينب، عاونيني على الشفاء منه. لن تشفى يا إسحاق، لن تشفى، لأنك لا تريد. أنت سعيد بدائك وأنا التي أشقى به. ربما لو ذهبنا إلى غرناطة تتغير الحال. سوف تذهب ولادة معك حيثما تذهب، أما أنا فلا مكان لي هنا. لا أحد يدري ما يحدث غدا. لا تتوهم شيئا لا يقع. أعرف أنني ظلمتك يا زينب، وأريد أن أعوضك. قولي ما يرضيك وأنا لن أتردد فيه. الفراق. الفراق؟ أسألك عما يرضيك تقولين الفراق؟ كيف تفكرين في شيء كهذا؟ عندما طلقتني أول مرة كادت الصدمة تذهب بعقلي، وأنا لا أريد إيذاءك مرة أخرى. الأذى ما أنا فيه يا إسحاق، الأذى ما أنا فيه الآن، طلقني يا إسحاق، طلقني إن أردت العدل معي. فما كسبت شيئا بعودتي إليك، ولن أخسر شيئا بفراقي عنك. طلقني، أبي، هذا الصندوق من الفضة الخالصة، ما رأيك فيه؟ أريد أن أقدمه هدية للمستكفي بمناسبة العيد. حسبتك تقدمه لتميم شيخ صنهاجة. إن شئت يا أبي أعددت له هدية أخرى. هذا الصندوق دقيق الرسم، لا يعرف قيمته غير المستكفي. غير المستكفي وابنته ولادة. أي شيء يا أبي في أن نكرم ضيوفنا؟ قاسم، تجاوز الأمر حد الإكرام. ماذا تقصد يا أبي؟ الحكم صائر إليك يا ولدي. يوما ما عندما تعبر الأندلس وتخضع الولايات سوف تصبح خليفة للمسلمين عما قريب. أليس من الواجب عليك يا قاسم أن تعد نفسك لهذا اليوم الذي ينتظرك؟ ما تأخرت يا أبي عن التدريب وعن مراجعة خطط القتال، ولو أمرتني لخرجت غدا بالرجال. رجال؟ أي رجال؟ إنهم قبائل صنهاجة. لو أشار إليهم أي واحد من حكام الأندلس وأغراهم بالمال لتركوك وحيداً أمام أعدائك.
ما أظن شيخهم تميما يغدر بنا. الرجل حريص علينا بمقدار حرصنا عليه. بالمناسبة لقد دعانا لقضاء أيام العيد معه في مضارب خيامه. العيد؟ إن شئت يا أبي ذهبت أنت إليه وتركتني أنظر أمور الحكم في غيابك. بل تريد أن تبقى من أجل ولادة لتقدم إليها هدية العيد. اسمع يا قاسم، لا أريد لك أن تلهو ساعة الجد. ما هو له يا أبي، ما هو له؟ ولادة أهدتني بعض النفائس ومن الواجب أن أرد هديتها. دع أختك رقية تذهب إليها بالهدية، وتعال أنت معي إلى شيخ صنهاجة. سأبقى هنا يوما واحدا ثم ألحق بك في مضارب صنهاجة. لا، بل تذهب معي، بل تذهب قبلي. الدعوة موجهة إليك أنت قبل أن تكون موجهة إلي أنا. اسمع قاسم، تميم شيخ الصنهاجة يريدك زوجا لابنته، ألمح لي هو بذلك. عجيبة؟ أنا أتزوج عجيبة؟ ما هذا؟ كنت أظنك ستفرح بالخير الذي ساقه الله لك. لو فعلت هذا يا قاسم لأصبح تحالفنا مع صنهاجة ذا رباط لا ينفصل. يا أبي، يا أبي، أما رأيت عجيبة؟ يا ولدي، يا ولدي، جمال المرأة ليس في حسنها، قد تكون هناك ميزات أخرى تعوض ما ينقص الشكل. أي ميزات يا أبي؟ أي ميزات؟ شعرها؟ جهلها؟ ثقل ظلها؟ إنها جميلة الشكل بالقياس إلى قبح ما بداخلها. سوف تعتادها يا بني، سوف تتعود عليها. الاعتياد يا ولدي لا يجعلك تشعر بقبح ولا بجمال. يا أبي، يا أبي، كيف ترضى لامرأة كهذه أعيش معها حياتي وأنا لا أطيقها ساعة واحدة؟ يا ولدي، أنا ما اخترتها لك، أبوها هو الذي اختارك لها. يا أبي، يا أبي، المرأة في الإسلام من حقها أن ترفض رجلا تقدم لها، أفلا يكون من حق الرجل أن يرفض امرأة يريدونها زوجة له؟ ارفض يا قاسم، ارفض، لك أن ترفض، ولكن تميما سوف يرى في هذا الرفض إهانة بالغة له. ذلك شأنه هو. لن تجد من يعاونك، لن تحقق أحلامك في جمع كلمة المسلمين تحت رايتك ومواجهة الفرنجة. يا أبي، ألا يساندنا تميم هذا إلا إذا تزوجت ابنته؟ يا قاسم، يا قاسم، إنك تحارب يا ولدي من أجل قضية رائعة، من أجل رفع شأن الإسلام والمسلمين. أفلا تريد أن تضحي تضحية يسيرة صغيرة من أجل هدف عظيم؟ تفضل يا سيدتي، ألح قاسم في أن أحملها إليك بنفسي. حضوره يوم العيد يغني عن الهدية، ولكن الهدية لا تغني عن حضوره. تفضلي يا رقية، تفضلي بالجلوس. أشكرك يا ولاد. أنت قلتي حضوره يوم العيد يغني عن الهدية. لا لا، عفوا، لقد نسيت. قلتي حضوره يوم العيد يغني عن الهدية، تماما، لكن الهدية لا تغني عنه، أليس هذا ما قلتيه؟ نعم، ولكن لماذا ترددينه بهذا الشكل؟ أنت لا تعرفين، أول ما يلقاني قاسم سوف يسألني عن كل ما تحدثت به، وأخاف أن أنسى. يسألك عن حديثي؟ نعم، يسألني عن كل شيء. يسألني مثلا عن الرداء الذي تلبسينه، عن ملامح وجهك، عن الحذاء الذي تضعينه في قدميك. وأهم من هذا، يسألني عن نوع الحلوى التي قدمتها لي. لو سألني هذه المرة فأقول له ما قدمت شيئا. سآتي إليك بكعك العيد. أهو صناعتك يا ولدة أم شيء آخر؟ نعم، هو من صنعي، ولكن
لا تخبريه قبل أن يتذوقه ويعجبه. كل ما تصنعينه يا ولادة لابد أن يعجبه. كلوا كلوا. هذا صنف من الحلوى أعدته عجيبة بنفسها، ليس في المغرب كله من يصنعه غيرها. جميلة المذاق فعلا، لم أكن أعرف أنك رائعة في صنع الحلوى يا عجيبة. إنها تحسن كل شيء. ألا تذوق الحلوى يا قاسم؟ أذوقها يا عجيبة، ولكني أريد أن أعرف اسمها. اسمها مقرفة. مقرفة؟ اسم على مسمى. اخرس. أنا التي أطلقت علي هذا الاسم. ومن أي شيء صنعتها يا عجيبة؟ تعودت أن أحتفظ لنفسي بسر الصنعة، ولكني أقولها لأجلك. أضع الدقيق مع الخل والبصل وأضيف العسل، ثم أطحن الثوم مع بعض العشب والملح، وحتى يتماسك الخليط أضع شيئا من الصمغ. الصمغ؟ اخرس. خلطة رائعة، لم أرى أسوأ منها في حياتي. لولا مكانتكم عندها ما أفشت عجيبة سر الصنعة. ماذا بك يا قاسم؟ ألا تعجبك؟ لا أراك تأكل منها. تعجبني يا عجيبة، تعجبني، لكن الطبيب حذرني من أكل الحلوى. وما الذي تشكو منه؟ عندما آكل شيئا من الحلوى أشعر بالألم يمزق جوفي. ثم يصعد الألم إلى الصدر. نعم. وأحيانا يهبط إلى القدم اليسرى. نعم يا عجيبة، نعم. إنها ضليعة في الطب. مال الرجال والنساء يقصدونها من أعماق الصحراء للتداوي عندها. ليتها تصف دواء لما عندي. داؤك يا قاسم خبرته وعرفته وعالجت الكثيرين منه. كيف يا عجيبة؟ هذا الطعام الذي أمامك هو خير دواء لما عندك. المقرفة؟ بشرط أن تداوم عليه طوال إقامتك عندنا، تأكله مرتين في الصباح وفي المساء. مرتين يا أبي؟ نعم، تصور، مرتين يا قاسم، مرة في الفجر ومرة في الغسق. الموت أهون. اخرس. ما عدت أصدقك يا رقية، لو أن الأمر كما تقولين فلما لم يأتي القاسم معك؟ أخذه أبي على غير رغبته إلى مضارب سنهاج. أعرف أنكم تحالفون هذه القبائل وتعتمدون عليها في حروبكم، ولكن القاسم كان باستطاعته أن يقتطع بعض الوقت ليأتي لزيارتنا قبل أن يذهب مع أبيك. حاول يا ولادة، صدقيني، ولكن أبي أصر على أن يأخذه معه. القاسم كما تعرفين سوف يقود الجيش إلى الأندلس. لابد أن الحرب وشيكة، فأرادوه أن يطلع على خطط الحرب فاضطر لأن يذهب إلى هناك. ذلك الظاهر من الأمر، ولكن ما خفي كان أعظم. ما خفي؟ ما الذي خفي يا رقية؟ عودتني الصراحة فيما تقولين.
أنا فعلا صريحة في كل ما أقول، ولكن الصراحة أحيانا تجرح. تجرح؟ تجرح من؟ ولماذا تجرح؟ أو على الأقل تسبب بعض الضيق. أنا لا أفهمك يا رقية، أفصحي عما في صدرك، ما الأمر؟ يريد تميم شيخ صنهاجة أن يزوج القاسم من ابنته عجيبة. يزوجه ابنته؟ والقاسم ما رأيه؟ القاسم لا رأي له. كيف؟ كيف يا رقية؟ رجل يتزوج على غير إرادته؟ الإرادة يا ولادة تكون بين العامة من الناس، أما زواج الحكام فهو مرتبط بالمصالح العليا. أبوها تميم هو المصر على ذلك، هو الذي قال لك إنه رفض عشرات المشايخ الذين تقدموا إليها واختارك أنت بالذات يا قاسم لتكون زوجه. الموت أحب إلي من الزواج بها. وما الذي تراه أنت يا قاسم؟ عليك أن تصارحه برأيي، وليفض التحالف بيننا لو أراد. ليته يكتفي بفض التحالف، رفضك يا قاسم سوف يكون طعنا لكبريائه في الصميم، وربما دفعوا هذا إلى التحالف مع غيرنا. حكام الولايات في المغرب والأندلس يطمعون في تأييد صنهاجة ومساندتها، لا تنسى أنهم أقوى الرجال في الحروب. فلتكن النتائج ما تكون. عذرا يا أبي، ما تعودت أن أخالفك الرأي، ما تطلبه مني فوق الاحتمال، مستحيل أن أتزوج عجيبة. أخسر معركة ولا أخسر حياتي. قاسم، سأختار حلا وسطا، فلنؤجل هذه المشكلة الآن حتى تنتهي المعارك التي تنتظرنا. ولكن تميما يتعجل الزواج، أما سمعته يحدث الرجال عن تسمين الإبل والجمال التي ينوي ذبحها احتفالا بزواج ابنته؟ أستطيع إقناعه بالانتظار حتى ندخل الأندلس ويتم توحيد الولايات تحت راية الخلافة، فليس من اللائق أن يترك الرجل عروسه بعد الزفاف وأنقطع عنها بضعة أشهر ليحارب في ميادين القتال. والله إن زواجي من عجيبة هو الحرب بعينها، بل أبشع من الحرب. بعدما يتحقق النصر ستتزوج ابنته ممن هو جدير بها. نعم، تتزوج ولي عهد الخلافة وليس مجرد ولد الحاكم. ما زلت أفضل أن نصارحه، أنا لا أحب أن نخدعه يا أبي. المسألة ليست خداعا يا قاسم، إنما أرى أن نترك المشكلة معلقة لبعض الوقت، فقد يتغير رأيك فيها وقد يتغير رأيهم هم فيك. كل ما أطلبه منك يا قاسم أن تبدي لها من الود بقدر ما تستطيع. الود يا قاسم، فقد يفطر حماسهم لنا في وقت تشتد حاجتنا إليهم. سيد الوالي، هذه رسالة من ابن حمود حاكم طنجة، إنه يستأذن في الدخول بجيشه لاسترداد طليطلة. الظاهر أنه قد بعث برسائل مماثلة إلى حكام الأندلس. وما الذي ترى؟ أخاف أن يثير الفرنجة علينا فيعاودون حربنا. لقد أثروا السلم، ما عادوا يهاجمون ثغور المسلمين بعدما رفع الكامل حصاره عن طليطلة. أتعرف يا منذر، الفرنجة لن يهاجموا المسلمين انتظارا لما يفعله المسلمون بأنفسهم بعد أن تمزقت الأندلس إلى ولايات متصارعة.
عفوا يا سيد الوالي، لقد استشرت رجال الدين في هذا الأمر فأجابوا بقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، صدق الله العظيم. وأخشى لو ساندنا ابن حمود أن نخالف ما أمر الله به. لا، ما أمرنا الله بالخضوع والاستسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أجيئك برجال الدين يبدون حجتهم أمامك. لا حاجة لي بهم. اكتب الرد لابن حمود، لا تعارضه ولا توافقه حتى نرى ما سيكون. وهذه رسالة أخرى: الأسعد غلب الكامل وتولى الحكم في قرطبة، وهو يقرك واليا على غرناطة لو أعلنت الدخول في طاعته. لو أعلنت الدخول في طاعته، إنها رشوة مقنعة. لن أجيبه قبل أن أسأل أصحاب الحل والعقد. أهناك شيء آخر؟ حادث وقع في ضيعة مرزوق، خرج العبيد عن طاعته ورفضوا جمع الغلال حتى يزيد من أجورهم. كيف يطلبون شيئا كهذا؟ وجدوا أن الغلة زادت عما هو مقدر لها فأرادوا نصيبا من تلك الزيادة. وما شأنهم بما عند سيدهم؟ هم وأموالهم ملك له. ولهذا أمرت الشرطة بجمعهم وأودعتهم السجن، وسيجلد الواحد منهم 100 جلدة. اسمع يا منذر، خذ الأمر بالحسم الواجب حتى لا نفتح الباب أمام آلاف العبيد في غرناطة يطالبون بما لا حق لهم فيه. أستطيع أن أرحل الآن عن غرناطة وأنا مطمئن. كنت أشفق عليك من خصومك، ولكني أصبحت أشفق على خصومك منك. ترحل إلى أين؟ والله لا أدري يا ابن حزم، ربما إلى المغرب، فقد سمعت أن ابن حمود يعد جيشا لدخول الأندلس كي يجمع ولاياتها تحت رايته. أنت تعرف أنه ينتسب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجد كل مساندة وتأييد. الخلافة بحاجة إلى واحد من حكام بني أمية العظام يستعيد مكانتها بسيفه لا بنسبه. أعرف أن ولاءك عميق لبني أمية، فقد ارتبط أجدادك بيزيد بن أبي سفيان. أذكر لي بلداً واحداً فتحها المسلمون بعدما زالت دولة الأموية. دعنا مما كان ولنفكر فيما يكون. لماذا تذهب إلى المغرب؟ فلتبقى هنا في الأندلس حتى يجيء بنو حمود فتساندهم إن رأيت فيهم خيراً. عموماً ذهابي إلى المغرب كان مجرد فكرة طارئة، ولست متحمساً لتنفيذها، ولهذا سوف أذهب إلى قرطبة. وفيما تختلف قرطبة عن غرناطة؟ أما سئمت يا رجل مشقة التنقل والترحال؟ خفيف الأحمال من لا أهل له ولا ولد. وما يمنعك الأهل والولد؟ كم وددت أن أحدثك في هذا الأمر، الزواج واجب فرض على كل قادر. ألا تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ تعرف يا ابن حزم ما كان بيني وبين بنفسك، لقد خفق لها قلبي، ولكن الزاوي سبقني إلى خطبتها. وحتى الآن يا ابن حزم لا أجد امرأة تملأ مكانها في قلبي. ها قد وقعت في الحب وصرت تتحدث عنها، ما يمنعك أن تتزوجها وقد مات زوجها وانقضت عدتها؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين غير الزواج. علمت أنها ترفض الزواج وتؤثر الانقطاع لتربية ابنتها. نحاول فتح الباب الذي أغلقته على نفسها.
دعني أسعى في هذا الأمر. وأنا أعرف أنك قوي الحجة، ولعل حجتك لا تخذلك هذه المرة يا صاحبي. يا فضل، أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نزوج من نرضى أمانته، فهل تأخذ على أيمن ما يمنع زواجه من أختك؟ والله ما أعيبه في شيء، ولو كان الأمر بيدي ما تأخرت في إجابته، لكن بنفسك هي التي تعترض في الحديث عن الزواج. يا أخي، ألا تستطيع إقناعها؟ ها هي أمامك، لعلك تنجح فيما أخفقت أنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا ابن حزم، كيف وجدت كتاب داود الأصبهاني؟ لعلك لا تخالفه هو الآخر. دعينا من الأصبهاني وأرائه، فذلك حديث يطول، وإنما أريد أن أعرف رأيك في أيمن. كلكم يحدثني عن الزواج، لقد عهدت نفسي ألا أتزوج بعد الزواج. كل عهد يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي العمل به. أخذت نصيبي من الزواج، وما بقي من حياتي فهو لابنتي وفاق. الغريب أنها كانت لا ترتاح إليه، بل طلبت منه الطلاق ثم عادت لتتمسك به بعد موته. مات وهو زوجي، ولا يليق لأي امرأة أن تتزوج بعد موت زوجها مهما كان حالها معه. لو أن ما تقولينه صواب، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع بتزويج أرامل الشهداء، بعدما تنتهي المعركة كان ينادي من يتزوج أرملة فلان. لقد تغير المجتمع عما كان عليه في أول الإسلام. الله أعلم بمصلحة العباد في كل زمان. ليس الأمر لي وحدي، ولكني أفكر في ابنتي وفاق. تستطيعين أن تضع الشروط التي تطلبينها قبل الزواج؟ عفوا يا فضل، لا أرى شروطا في الزواج سوى شرط السلامة من العيوب. أراك تأخذ برأي الإمام مالك في هذا الأمر، وما أكثر ما تخالفه. الأئمة عندي متساوون، وإنما أخذ الرأي الذي أقتنع به. ما قلت رأيك في داود الأصبهاني؟ سأقوله بعدما أعرف رأيك في أيمن. تعرف أنني رفضت الزواج من وطاس أخو زوجي، وأخاف لو علم بزواجي أن يأخذ ابنتي مني. لا تخافي، حضانة الصغير من حق الأم. البربر لا يعرفون غير شرائعهم. لا أعتقد أن وطاس يسعى لاصطدام هذه الأيام، هو بحاجة إلي بعد أن وقع الخلاف بينه وبين زعماء البربر. البقية عندك ما تتعللين به؟ الرأي لأخي على كل حال. ما رأيك يا فضل أن نعقد الزواج أول المحرم؟ كنت أود وأتمنى من صميم قلبي أن يتم الزواج في هذه اللحظة، ولكني أخاف أن لا يخرج القاسم إلى الحرب. ولم لا يخرج؟ عجيب لا تمنعه الجهاد في سبيل الله. نعم نعم أعرف هذا، ولكنه متيم بها إلى حد الجنون. إنه ولدي أعرفه. لا لا لا، لن يقوى على فراقها. كنت أعرف أن عجيبة سوف تستأثر بقلبه. وحتى لو أجبرناه على الخروج بعد الزواج، لا، سيظل فكره معلقا بها، والحرب كما تعلم تحتاج إلى تركيز يقظة انتباه. ولكنني أخشى ألا يستطيع القاسم الصبر على عجيبة إلى أن تنتهي الحرب. الصبر؟ لا 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 لا، سيصبر. نعم لابد أنه سيصبر، إن هي إلا بضعة أسابيع ويوحد كل الأندلس تحت رايته. لا، الناس يرحبون جدا بأحفاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليتولى أمورهم. هذا النسب الشريف هو الذي جعلني أرجح القاسم على كل من تقدموا لعجيبة. نعم، سوف يكون جديرا بها يوم يوحد المسلمين تحت رايته. أتعلم يا تميم، أتعلم
ما أكثر شيء يدفع حماسته للجهاد؟ ماذا يا ابن حمود؟ أكثر شيء يدفع حماسته للجهاد ويلهب شيته للقتال أن تعده بالزواج من عجيبة يوم يحقق النصر. فكرة صائبة تجعله يفترس العدو الذي يوصله إلى النصر السريع المؤزر الذي يوصله إلى عجيبة. هذا آخر ما عندي من كتب ابن داود الظاهري. أثابه الله بما قدمه للمسلمين، واجه البدع ورد الإسلام إلى أصوله من الكتاب والسنة. كأنك توافقه فيما يرى؟ أوافقه في معظم ما يدعو إليه، وشيخ من شيوخي، وإن فرق بيننا أكثر من قرنين من الزمان. توافقه في كل ما يدعو إليه؟ بل هناك ما أختلف بشأنه. تقول إنه شيخ ثم تختلف معه؟ عندما عاتبوا أرسطو على خلافه مع أفلاطون قال: أفلاطون أستاذي وأنا أحبه، ولكن الحقيقة أحب إلي من أفلاطون. فيما تختلف مع ابن داود وهو مثلك يدعو للأخذ بظاهر النص من الكتاب والسنة. لا أوافقه في رأيه في إجارة الأرض، وأخالفه في قوله بأن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. الخلاف في طبعك يا ابن حزم، ولو لم تجد من تختلف معه اختلفت مع نفسي. هكذا ينتهي درسنا اليوم. هل بينكم من يسأل عن شيء؟ يا شيخ باجي، مات أبي قبل أن يؤدي فريضة الحج، وعليه دين يستغرق كل ما ترك من مال. أيهما أولى، إنفاق المال في أداء فريضة الحج نيابة عنه، أم أداء حقوق العباد؟ حقوق العباد أولى بالأداء، فالله سبحانه وتعالى عفو كريم مستغن عن عباده، أما العباد فهم بحاجة لدينهم، وهذا رأي الإمام مالك الذي نأخذ به. هناك قول آخر يرى أن حقوق الله من حج وزكاة وكفارة يمين تقدم على كل ما عداها من أموال المتوفى. رأي لا سند له ولا دليل عليه. الدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: اقضوا دين الله فهو أحق بالوفاء. وجاء عن الحسن البصري أن حجة الإسلام وزكاة المال بمنزلة الدين على الميت، أوصى بأدائها أم لم يوصي؟ كيف جاءك هذا الرأي؟ جالست تجارا قادمين من غرناطة سمعوه عن ابن حزم. ما كدنا نخرج ابن حزم من قرطبة حتى يعود إلينا بآرائه وفتاواه. سمعت أنه وجد هناك فرصة ما وجدها في قرطبة، الناس يتجمعون حوله ويتأثرون بحجته. وليس هناك من علماء المالكية من يقدر على التصدي له. هناك جاهر بمذهبه في الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، وهو يفحم بحجته كل من يخالفه. أفكاره تنتشر كالنار في الهشيم حتى بلغتنا في قرطبة، ولعلها ذاعت في ولايات أخرى. علينا أن نطالب الأسعد بوصفه خليفة المسلمين بأن يكتب للفضل حاكم غرناطة ليمنع ابن حزم من إفساد الدين. الحاكم عندما يمنع الرأي يزداد الناس تعلقا به. الأفضل أن أذهب أنا إلى غرناطة لأجادل ابن حزم في مذهبه وأسقط حجته أمام الناس. تعرف يا ابن حزم
أنني لا أعتنق مذهبك في الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، ومع هذا أعطيك الفرصة لإعلانه. هذا فضل من الفضل لا أكحده. بل تكحده وتقابله بالنكران. حاشا لله، حاشا لله. أشعر أن الوشاة نجحوا في الإيقاع بيني وبينك. ما هم الوشاة؟ إنما هي آراؤك التي تثير الفتن وتهدد نظام الحكم. قلت وما زلت أقول إن طاعة ولي الأمر واجبة. أنا لا أقصد الكلام عن ولي الأمر، إنما أقصد كلامك عن العبيد. أنت تريد أن تساوي بين العبيد والأحرار. أتعرف نتيجة آرائك؟ العبيد في ضيعة مرزوق تمردوا على سيدهم، وفي ضيعة الأشقر امتنعوا عن العمل مطالبين بالمساواة في الأجر مع الأحرار. ما قصدت شيئا كهذا، وإنما سئلت عن العبيد. الله أراد الناس سادة وعبيدا، وعلى هذا قام نظام المجتمع. أما سمعت قوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية؟ هذا ما جاء به الإسلام. يا أخي، الإسلام شرع العتق ولم يشرع الرق، وإنما قبله على بغض منه استجابة لضرورات المجتمع. فكرامة الإنسان وحريته هما الأصل، وذلك لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. كذلك لا أجد سندا من الكتاب والسنة ينتقص من حقوق العبيد في الزواج والملكية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي يا بنفسك واجلسي. مذهب ابن حزم الذي تتعاطفين معه يوشك أن يحدث ثورة عارمة تهدم المجتمع كله. إنه يطالب بالحرية للعبيد جميعا. ما قال بذلك أحد قبلك يا ابن حزم.